اللي بالطبع هنا بحاجة احنا لريتنشن لمدة طويلة جدا اللي هي لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر. حتى لو حطينا البراكتس والمولتي براكتس والوايرز عمليا اول سلكين بنقدر نخلي الجهاز في داخل الفم. وقمنا على حل المشكلة اللي مثل ما انتم شايفين، والتغيير مش فقط انترا اورالي وانما اكسترا اورالي رايحين نتحدث فيه في المحاضرات المقبلة ان شاء الله. هنا التغيير على مستوى الفيزيجنومي بالشكل الشكل المريض الخارجي وليس فقط انترا اورال. اوكي، شو اللي صار هنا عمليا؟ هنا بدنا ننتبه، هنا بحسب انطلاقة النمبر 4 المحاضرة الرابعة اللي صار انه في عند هذا المريض بعد جيل معين انه السيوتشر بيفتح هون ولا مرة بتكون مشكلة، ولكن في منطقة الباترس اللي هي هون منطقة سيجوما تجوماتيكو ماكسيلاري منطقة النوز منطقة الأنف ما بفتحن. عمليا احنا شو اللي بنطلبه او شو اللي احنا من وصلنا ما نكون في عملية الديستراكشن او عملية الار بي اي، هي هاي العملية انه يكون نوع من الباراليزم بين الماكسيلا بارت ليفت اند رايت سايد. بس شو اللي صار عند هذا الشخص؟ لازم تبقى الامور واضحة، يعني ما نحمد حالنا انه احنا فتحنا السيوتشر في منطقة الانسيزال او ما اعلى منطقة الالفيولا بون او لحديد قاعدة الانف. اللي صار في الحقيقة هو عملية فتح السيوتشر فقط في منطقة الاسنان ومنطقة الانف لم يتغير شيء تقريبا، اللي بسموها في فورم اوبنينج اوف ذا سيوتشر مثل الجراب. هذا عمليا يؤدي، هنا رايحين نتحدث مع صديقنا ناجي اللي سأل السؤال، انه صار تيبينج للماكسيلا بارت للجهة اليمين والشمال، وبيبين الاسنان وكأنه صار فيهن تيبينج عمليا. بس اللي صار انه مش تيبينج للاسنان وانما لكل العظم، لكل البون، لكل الماكسيلا بارت. حتى لو نستعمل التي بي دي او الماربي ما منحل احنا هاي المشكلة. لهذا السبب راح أتطرق لمحاضرة سمعتها من دون ذكر وين أنا شفتها، إنه عفوا نحط الكهرباء، إنه عملوا انسيشن وعملوا أوستيوتومي في منطقة البلت اللي هي عمليا خطأ تفكيري وخطأ أناتومي من وجهة نظري. بالطبع كل واحد له وجهة نظره، وجهة نظري هي ليست مثل كلها هي الوحيدة. اذا هذا اللي صار عمليا، اللي انه صار فتحت بشكل ريتشارد بسموه اللي هو جرار الجاكيت. لهذا السبب عشان ما نوصلش لوضعيه من هالنوع احنا بحاجه لسموه سيرجيكال اسيستنت اكستنشن، يعني نحن بحاجه للمساعده الجراحيه عشان نقدر نكسر نعمل فراكتشر اللي هو مبرمج في منطقه الكريستاتسوجوماتيكو الفيولارا. وحسن نجيب الأمثلة هسأت مش عشان إنه احتمال منكم ما بتعمل مع هذا الشيء، ولكن مهم جدا لناس أكيد أنتوا بتصادف ناس اللي عندهم سنورينج اللي هو الشخير أو سليب أبنية وما شابه، أو بكم تعملوا بروستادونتكس وإنه كروس بايت ضخم، أو مع كومبينيشن مع مشاكل تي إن جي. أسأل إذا بتيجي تعمل لبروستو وعنده سليب أبنيا وعنده مشاكل تي إن جي على وضعية كروس فايت، احتمال كبير إنه المشكلة اللي بكتشن بين تظهر فجأة بشكل فجائي، ولكن هي المشكلة موجودة من سنوات. وامتى ظهرت؟ لما صار عنده تغير. مدام المريض ما عندوش تغير بنتبهش لهذا الشيء أو بيعطيش ما بعرفش السبب ليش هو وضعه هيك. هسه لما احنا او انت او حضرتكم بيجي بيعمل تغير على مستوى البروستو او مستوى الارثو وعنده المشكله، بربط تطور المشكله او وجود المشكله من مده طويله موجوده مع الحدث الجديد اللي انعمله. شو احنا بدنا نعمل هنا؟
احنا عمليا ليسنا بحاجه انه نعمل تيبنج للاسنان او نعمل تيبنج للماكسيلا بارت هون، وانما احنا بحاجه ان نفصلهم عن بعض، يعني ليس فقط في منطقه الانسيزال وانما في منطقه كمان الابيكال اريا، يعني في قاعده الانف، يعني بنكون في عمليه تعريض وفتح فجوه الانف اللي هي بسموها ابيرتورا بيريفورميس. وهذه الطريقه أو هذا الحدث فقط بيصير إذا الباترس بنكسر. ونجيب أمثلة. أهم شغل اللي بدي أقوله، يجب علينا أن نربط المحاضرات كلياتها مع بعض، الفلسفة كلياتها نربطها مع بعض. وهنا ساعة الإثبات تأثير الvertical dimension أو transversal dimension على الvertical dimension والsagittal dimension، وهذا بالأخص وين منشوفه في عالم البروستو لما بنعمل إشي بيسموه total prostodontics. total prostodontics اللي هو بيؤدي إلى تغيير بالvertical وتغيير كمان إيش في الsagittal. مثل هاي الحالة شو كعنا class 3 عنا إشي بيسموه anterior أو plus step إيجابي positive step اللي هي للشفة تحتها اللي هي من مؤشرات لكلاس 3. عندنا إيش بيسموه هيبوبلازا للميد فيس، ولكن مش مبين عندها الهيبوبلازا هيبوبلازا بسبب إنها شوية هنا في عندها سمنة في منطقة الوجنتين. أسعد إذا ميجي منفحص في الإيد في منطقة الوجنتين منحط الإصبع بتلكوا إنه المسافة بين الصافت تيشيو والهارت تيشيو العظم جدا غميقة. لهذا السبب أي تغيير في الزيجيتال دايمينشن مش رايح يغير كثير في 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 المرأة الخارجي إذا منغيرش في البوب. شو صار؟ لهذا من هذا القبيل أخذنا إحنا قرار عند هذه المريضة إن نكون في التقويم الجراحي عشان نغير الفيزيوغنومي. هذا اللي أخذناه. بس شو أنا بقول، الدياجنوزيس والتخطيط النهائي بيجي بعد ما نحل المشكلة الأولى اللي هي في الترانسفيرسال دايمينشن وتطلعوا انترا أورال شيز كلاس 3 فيش فيها عليها جدال، اللي بسموها كومبنزيتد كلاس 3 مع سيركولار كروس بايت مع تيبينج لللينجوال تيث لجهة اللينجوال. معناها إذا بنعمل أبرايتينج للأسنان بالفك التحتاني بنشوف مدى الكروس بايت الضخم عند هذه المريضة. ناهيك إنه في عندنا كروس بايت أنتيريوري وميد لاين شيفتينج، وبالإضافة لهذا الشيء عندنا إشي بيسموه توتال سبيس كلوزينج لإيش للكيناين. ننتبه هنا في الصورة المكبرة الكروس بايت مع التلتينج تو ذا لينجوال سايد للأسنان في الفك التحتاني. إذا بنيجي هالسعيات، وهذا اللي بقوله استراتيجية التفكير في التخطيط واستراتيجية التخطيط، قبل لا نفكر أو نخطط شو بدنا نعمل بدنا نعرف شو هي النتيجة النهائية بدها تكون. النتيجة النهائية يكون عندنا correct occlusion in the sagittal, vertical and transversal dimension. اوكي هالسعيات. إذا بدنا نعمل correct occlusion transversal dimension معناها بدنا نعمل uprighting للأسنان، وبكتشف إنه الكروس بايت جدا ضخم في هذه المرحلة، معناها الكمية اللي إحنا بدنا نوسعها بالفك الفوكاني أكثر بكثير مما إحنا شايفينها هنا في الصور المجردة. الشغل الثاني شو في عنا total، يعني ما فيش space نهائيا للكينين. على الجهة الثانية في عنا crowding. القرار كان إنه احتمال إنه نعمل extraction. أوكي، ولكن هذا ليس القرار نهائي. هسا بدنا نفوت موضوع آخر معها. شوفوا إنه إشي بسموه stripping اللي هو إشي طريقة علاج اللي هو اليوم إن شاء الله راح ينزلكم على على الموقع وعلى اليوتيوب عملية stripping اللي هي المحاضرات القادمة. يعني في عنا توتال او عفوا عنا كراودينج مما يقارب حوالي 10 مليمترات او 8 مليمترات اللي احنا بحاجه لها. في البانوراميك اكس راي كل الاسنان موجوده، ما فيش شيء مثير للانتباه
سوى انه الويزدم تيث اللي هي الاسنان الطواحين الاكل احتمال انها ما تقدرش تطلع لوحدها. نيجي للسيفالوميتريك اناليسيس. بالطبع هذا مش مقدس، انا بدي اعمل اورينتيشن. اول ملاحظه، شو التفسير انه اكسترا اورال يختلف عن انترا اورال؟ متوقع بالفيس اناليسيس بهذا الشكل انه يكون عندنا شيء بسموه نيجاتيف ستيب. بس ليش ما في شيء نيجاتيف ستيب؟ لانه في شيء اسمه كومبنسيشن اللي دينتو الفيولا كومبنسيشن فور سكيليتال ديسك. ما في شو الكومبنسيشن؟ الطبيعه عملت لينجوال تيبينج اللي هو ريتروكلاينيشن للاسنان الاماميه في الفك التحتاني. من هذا القبيل صار عندنا اوفرجيت، ولكن هسه تعالوا مع بعض نوقف الاسنان بشكل سليم، بنلاقي انه كمان عندنا انتيريور كروس بايت. والسؤال اللي انا بسأل لحالي، كيف انا بدي وقفه الاسنان بنهايه العلاج؟ انا بدي اعمل بروتروجن. اذا بدي اعمل بروتروجن، اذا اوكي بحصل على محل. هاي نقطه اولى. النقطه الثانيه، هذا في التحليل كلياته احنا. النقطه الثانيه، اذا انا عمل بروتروجن في اللوا انسايزر في الفك التحتاني، اذا يجب علينا ان نقوم في عمليه البروتروجن في الابر انسايزر عشان يكون عندنا كوريكت اوفرجيت اوفربايت، معناها بنربح محل. بتعلق كميه البروتروجن في اللور انسايزر، انا بعملها كمان في الابر انسايزر. اذا بنعمل بروتروجن 2 مليمتر او 2.5 مليمتر، احنا عمليا نربح 5 مليمترات بالفك الفوقاني، بربح كمان 5 مليمترات. الا انه في الحقيقه من ناحيه اناتو، من ناحيه تشريحيه، لا يمكن نعمل بروتروجن اكثر من 2 مليمتر، هذا الماكسيموم اذا بدي اضل بالمجال الفيزيولوجي. لا يعني اني انا بغضلش من ناحيه بايوميكانكس اني اعمل بروتروجن اكثر من 2 مليمتر، بغضل ولكن اسنان بريه العظم. اذا احنا بحاجه لامكانيه ثانيه عشان نقدر نربح المحل. هاي طريقه التفكير تبعتنا. نيجي للاناليزس، شو بقول هون؟ عنا اس ان اي اس ان بي، اللي اذا طلع على اس ان اي هي بالافرج، مش معناها هي كلاس 1، ولكن الاس ان اي والاس ان بي اثنين مع بعض متناغمات بالريثروجنازم بيسموها. لهذا السبب ان اي ان بي ماينس 2. اذا بنعمل انديفيدوال اي ان بي اللي هي الاي ان بي الحقيقي لهذا الشخص نلقى 2.5، واللي احنا بهمنا السعيات الفرقيه بينهن اللي بدها تعطينا هالسعيات للطفل اسم، الفرقيه تقريبا 4.5 ديجري. شو معناها؟ ان كلاس 3 جدا قوي اللي هو في كومبنسيشن اكسترا اورال شايفينه، انترا اورال مش شايفينه 100%. هذا هو التحليل. اذا ان كلاس 3 بالفيرتيكال دايمنشن ما فيش شيء شاذ عن القاعده. الفيشل كونفكسيتي اللي هي بين الاي بوينت وال S in Pogonian point هي نيجاتيف، يعني كل المؤشرات بتقول ان في عندنا كلاس 3. عشان نقدر نعمل توسيع ما بعمل انا نفس الخطأ، طبعا ما كان خطأ كان مخطط، ولكن انا هالسعيات بدي اروح على اشي ضخم. لما انا بخطط لأوفكنتيك سيرجري بصيرش انا اعمل تخطيط في حل وسط. لهذا السبب بما اني خططت أوفكنتيك سيرجري من الاول، انا قررت بدي اطلع الماكسيموم، ما بقدر اروح اعمل كونفنشنال ار بي اي اللي هو اكسبانشن اوف ذا ماكسيلا. شو بستعمل؟ مساعده الجراحه. وهنا هي مشكلتنا الكبرى في منطقه الباتريس اللي هي بتكسرش عند الاطفال، بتكسر عند الاطفال ولكن عند الكبار بتكسرش، اللي هنا هي هاي المشكله. شو احنا بنيجي بنعمل؟ بنيجي بنقصها. هذا هو الشيء الوحيد اللي يفرق عن العلاجات الطبيعية. يعني لا يعني إذا واحد متمكن من الأورثو، يعني مش لازم أخصائي، وإنما في ناس اللي بتتقدم، اللي بتعمل كورسات، اللي تقرأ، اللي بتروح على مؤتمرات وتتنور. بس لازم يكون المعلومة إنه إحنا هون بحاجة لمساعدة جراحية عشان نقدر نكون في عملية التوسيع. هاي بيعملها الجراح. قبلها إحنا منجهز الجهاز ومنحطه في الفم. قبل ما بقدر يحطوه في الفم او في المحاضرة اللي سمعتها قبل يومين ثلاث، ليش؟ لانهم بيجرحوا بسقف الحلق. طلعوا اعملنا الجراحة وفجأة فتحت السيوتشر بشكل ضخم جدا، ما يقارب 10 مليمترات اذا مش اكثر. اذا هذا للترانسفيرزال اكسبانشن، الاكسبانشن للماكسيلا، هو فعلا لربح المحل، اذا لازم نحل مشكلة الكراودينج. بس هذا غير صحيح.
يعني بربح أنا سبيس، ولكن السبيس اللي بربحه دائماً 10% من الكمية اللي أنا قربت. يعني ماكسيم أنا بربح مليمتر لا أكثر. شو الإيجابي؟ إن كيف أستغل هذا السبيس خلال الريتروكلينيشن الأوتوماتيك للأسنان الأمامية عشان أقدر أصحح الميدلاين. أقول أنا بدي أوقف هذا السن محله وبدي أزيح كل الأسنان لهي الجهة عشان أقدر أصلح الميدلاين اللي هو موجود هو. هذا فعلا أنا بقدر أعمله مانيبوليشن. أوكي نطلع الفتحان هذا، هاي تقريبا 12 مليمتر سكرو اللي أنا استعملته، والفتحة ضخمة جدا اللي هي موازية تقريبا للكمية الفتحان البرغ. السبيس صفر كما نشاهد. هون بنعمل تقييم جديد، وانتبهوا في السي بي سي تي بما انه انعمل، وطلعوا اذا مش شايفين الماوس لو سمحتوا قولوا لي، اطلعوا منطقة القص. هون هي مشكلتنا الكبرى انه ما بنكسر هون. هسعيات لما احنا بنفوت الجراحة على الخط شو بيعمل؟ بيعمل عملية كسر مبرمجة وليس لفوت وان اوستيوتومي ابسولوت، يعني مش متكاملة وإنما جزئية اللي هي منطقة الباترسون. منحط الجهاز وراح أحدثكم كيف العملية الجراحية بتصير عشان تبقوا على يقين. وخلال العملية الجراحية منكون في شد الجهاز 6 مرات عشان نتأكد هل عملية الفتحان تاعت السيوتشر والماكسيلا بارت راح تتم ولا لا. خلال العملية بيشوفوا انه فتح منطقة الدياستما بجزء 1 مليمتر، يتأكد من هذا الشيء. شو بيعملوا؟ بيرد رجعوا البرغي 3 مرات. نبدأ بفتلان او باستعمال البرغي بالضبط بعد 3 ايام. وانتبهوا شو صار هون منطقة ايش، لانه في هنا فيش تأثير فوق، التأثير كان فقط وين؟ في المنطقة هاي، يعني منطقة الماكسيلا، ولكن ليس بشكل تيبينج وانما بشكل موازي، وهذا اللي احنا بدنا اياه. وانتبهوا هون شايفين ديستركشن اوستيوجينيز، يعني عمل كميه الاوبننج للسيوتشر من منطقه الانسيزال او من منطقه السيرفيكال موازيه تماما لمنطقه الابيكس. بسبب ايش؟ بسبب انه الباترس كلياته كسرناه. اما ما بنحل الفك من قاعده الجمجمه وبنبدا نفتح، هذا اللي صار. وانتبهوا منطقة الباترس اللي هاي انكسرت، هي هاي المشكلة الكبرى. بس أنا بقول للجراح بداية لما جيت على البلاد وقلت لهم إحنا ما بلزم نجرح بسكف الحلق، كلهم مستغربوا شو ليش. وحتى أتذكر إنه واحد في مستشفى الأبيب رفض إنه يعمل العملية، قال أنا إذا بعملهاش كيف أنا بدي أنا بعملهاش. قلت له فليكن. فأجى جراح ثاني اللي بعرف مليح وعملوها كيف احنا خططنا وفتحت وعملنا السي بي سي تي. كنا شو رايك؟ بذكركم نفس المبدا عند جميع، عند الصغار والكبار. بس وين التغيير بالمنطقه العلو؟ هذا كان في واحد عمل بي اتش دي. التغيير هون في هاي المنطقه اقل بكثير من الاطفال. ليش؟ لانه هنا احنا نتطرق فقط لقص السيوتشر في منطقه اللي فورت وان، بينما عند الاطفال عمليه الاوبننج بتصير ايضا عند الانف، ايضا عند الاعين، وكمان في منطقة السيجوما. انتبهوا يعني في كل هاي المحلات، بينما بالسيرجيكال اكسبانشن وين؟ فقط في هاي المناطق هون. يعني 1 2 3، يعني 3 اسهم، وهذا اثبتنا علميا وفرجتكم يا المرة الماركه. شايفين بفتح انا بدي هاي الفتحة، شو بصير زاجيتال؟ وهذا التفسير ليش احنا بطلنا نعمل اوفيجماتيك سيرجري هالسعيات. شو بصير زاجيتال؟ برضو عند الكبار في العمر اللي بصير عملية خلال عملية الاوبنينج وبعد العملية بما معناه، بصير عملية اوتوماتيكلي يعني سبونتينيوس تلقائية ادفانسمنت للماكسيلا بالفيرتيكال دايمنشن وبالزاجيتال دايمنشن، يعني كلياته بنزل لتحت وكمان بيكدم لقدام. وانتبهوا شو بصير، هاي الاول وانتبهوا كيف بينزل. شو معناها؟ اذا هي عندها كلاس 3، اذا حدت الكلاس 3 بدها تتغير، واذا عندنا اوبن بايت حدت الاوبن بايت بدها تتغير. وهذا اللي انا بقوله،
تأثير الترانسفيرزال على الزاجيتال دايمنشن والفيرتيكال دايمنشن. لهذا السبب احنا بدنا نكون في عملية تقييم للوضع من جديد. يعني بعد ما عملنا الاكسبانشن واستنينا تقريبا 3 أشهر بنيجي بنعمل تقييم للوضع من جديد. وهي بحث اللي عملناه مع واحد اسمه فوريلو من نيوزيلاند وبروفيسور شوب، والكل بيعرف البروفيسور دي كلارك اللي هو البابا للموضوع هذا، صديق وبعرفه من عدة سنوات اللي اشتغل مع هذا البحث كليات ما في اللي تبع لجامعة فرانكفورت، اللي هو الحقيقة الفكرة الأساسية بس من دون ما يثبتها في سي بي سي تي. احنا ثبتناها في سي بي سي تي، هي اجت من واحد اسمه هوغو دي كلارك من بروسل اللي هو هو بروفيسور هناك. انتبهوا شو صار، طلعوا بعد ما فتحنا وعرضنا الفك، انتبهوا كديش انفتح الكمية في منطقة الابيكس توازي الكمية لمنطقة الانسيزال أو السيرفيكال. وهذا اللي بدنا إياه دكتور نجيب، اللي أنا بقدرش أوصل له لا بماربي ولا تي بي دي ولا بكونفينشنال آر بي إي عند الكبار في العمر. وهذا لازم كمفهوم لنا، وهذا مثبت علميا عم نقدر نفرجيه. هسا الأهم الأهم التغيير كمان في الأس الأويز، ولكن وهي نقطة أهم من كلهم، التغيير هو ليس كان في عملية التوسيع، لأن كل أغلب الأبحاث العلمية السابقة شو كاسوا؟ كاسوا التراخية ومجاري الهواء عمليا في الزاجيتال دايمنشن. طبيعي، بس هذا لا يعني شيء. وأنا أتأملكم شايفين هالسعيات في الصورة شو عمليا. اتخيلوا أنه في عنا هنا مغيطة مطاطة، إذا أنا بالسيفالومتري انا بشوف 2D يعني محورين اللي هو الزاجيتال والفيرتيكال. هسه المغيطه اذا انا بشدها بتبين كبيره، مزبوط، ولكن هذا لا يعني انه الفوليوم تبع حكيبير. شو معناها؟ انا اللي بيهمني انا الفوليوم هل تغير بعد العلاج ولا لا. الابحاث العلميه الاغلبيه اللي انعملت على السيفالوميتك اناليسيس اللي لا قيمه لها نهائيا، اللي قيمة له اللي هو عمليا الـ 3D، إن أشوف في هاي المنطقة كيف تغير. وللأسف الشديد لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، ولكن المرضى بيتنفسوا أحسن بكثير. شو السبب؟ لأنه غيرنا الفوليوم مش تاع الأيويس، وإنما الفوليوم تاع الأورال كافيتي السنسر له محل. عملية المانوفريشن وعملية الانسبيريشن وال والبنوماتيزيشن صارت أحسن. ناهيك إنه وسعت مجرى الأنف أو منطقة الأنف توسعت بحيث إنه مجرى الهواء تغير مثل الطيارات. المطار تاع الجامبو جيت وتاع الطيارة الأيرباص هو نفس المخرج للهواء. وين بيختلفين في المواطير؟ كيف المراوح بتفوت الهواء، يعني المدخل الأمامي. المدخل الأمامي كبر في الأنف، المدخل الأمامي عند الطائرات نفس الشيء كبر، لذلك الجامبو جيت بيقدر يطير ويأخذ 380 طن، بينما الأيرباص لحديت 160 طن. هاي هي الفرق، هذا اللي بهمنا. بالطبع عمل عليه بحث علمي، هاي اللي هي محاضرة الجاي، كيف التنفس بتغير. وهاي مهم مش فقط للأرثوذونتيست، للأنف أذن حنجرة، لتعين السليب أبنيا، تعين الجنرال دنسيت وللجميع. أوكي نيجي لهون، شو صار؟ قلنا لكم نقدر نعمل manipulation. انتبهوا، مشكلة الكراودينج لم تحل تماماً، مع إنه إحنا ربحنا حوالي 10 مليمترات. ولكن اللي أنا بهمني الزاجيتال دايمينشن فجأة بطلت تبقى كلاس 3 قوي مثل ما كانت، وإننا أقل. وهنا غيرنا طريقة التفكير وأخذنا القرار إنه ما نعملش orthognathic surgery، يعني عملنا transversal أو عملنا expansion للماكسلا، عملنا تقييم للوضع من جديد وغيرنا القرار. وهذا اللي بقوله diagnosis. أنا بعمل كل مرة المريض باجي بطلع في ثمه، وبشو بقول؟ ما بغير diagnosis، وإنما بقول هل اللي كنت أنا بفكر فيه ومخططه بعده نفس الشيء ولا لازم أغيره؟ وبكتشف إنه لا، هالساعات لازمش orthognathic surgery، بدي أحل المشكلة. مشكلة السبيس كيف بدي أحلها؟ هنا بلجأ للإشي الثاني اللي هو بيسموه stripping.
انا بحال طبيعي بدي اعمل بروتروجن لللور انسايزر تقريبا 2 ملم، اذا بربح هنا 4 ملم، وبعمل ستريبنج كمان 1.5 ملم، اذا انا حليت المشكله بالفكين من دون ما اوصل لوضعيه لوضع اني اضطر اعمل اورثوجنتيك سيرجري. منتبهين، انا بعمل بستعمل البراكتس، بستعمل الواير خلال ما ايضا موجود ايش الار بي اي. هون ننتبه انه الفك عرض بما انه صار عريض لازم يصير عمليه ريتروجن، لانه اذا ما بصير هذا الشيء بصير ستيب بين البرين ماكسيلا وال والماكسيلا بارت البوستيريور. عشان ما يصيرش هذا ستيب يعني درجه، شو بدي اضطر الناب والانسايزر يصير فيها ريتروكلاينيشن من دون ما انا اتدخل خلال عمليه الريتنشن الاوليه. شو بنعمل؟ بنكون في عمليه البوندنج للبراكتس، ونعمل شيء بيسموه ستريبنج. الطبع هنا بروتروجن بلس ستريبنج نعمل، وانتبهوا في عندنا محل كفايه هسه. اهم شيء ان نعمل شيء بيسموه ليس باك، عشان بستريت واير اللي بصير انه في عنا شيء بيسموه تيبينج. بجوز نعمل لمحاضرتين ثلاث عن البايوميكانكس اللي هي اقل اهميه على فكره عشان تكونوا عارفين، عشان ما تصيرش عمليه تيبينج للميزيال سايد للناب، لانه ما بقدرش امنع هذا الشيء. شو بعمل؟ انكورج اكبال السادس والخامس والرابع تيبي عشان امنع عمليه التيبينج للناب وما يفوتش يصيرش شيء بيسموه فرونتال كروسبايت خلال العلاج. وانتبهوا شو صار هسا في عنا اوفر جيت، مظبوط الناب له محله، بدنا نعمل مانيبوليشن هسا للسبيس ايش بيسموه سبيس مانجمنت عشان نعمل قدر الامكان كوركشن للايش للميد لاين. وهذا هو ليفلينج اند الاينمنت للبروتوكول معروف 014 016 018 1825 نايتينول كولياتين او ثيرمو الاستيك، ومن ثم 18 او 19 25 ستانلس ستيل عشان نعمل البوديلي موفمنت في الاسنان في حاله انه بدنا نعمل ريتراكشن للاب لور انسايزر ونحل نسكر الفراغات. تبين هذا صار عشان اغير قطر الفك لازم نكون في عمليه ريتروجن. وهل بدي اوقف واتحدث لحالات انه في عندنا مشكله سكيليتال وبيحاولوا يحلوا مشكله سكيليتال عن طريق البروستو؟ هذا اكبر خطا. ممكن نحلها نعمل كومبنسيشن في حد لحد محدود، ولكن ما نقدرش نحل مشكله سكيليتال ترانسفيرسال ضخمه عن طريق اني اغير محور الامبلانتس مثلا. اللي بصير انه بده الكرانس بده يطولن، بده يميلهن، عمليه الماستيكيشن بتقدرش ينفذها، وهون بدها تصير مشاكل ثانيه. إذا لازم نحل المشكلة الترانسفيرال سكيليتال، وبعد ما نحلها سكيليتال للناس اللي بتعمل إمبلانتس بالأخص لأنه صعب التغيير بعدها، وبعدها بنكون في عملية التعويض السري. معناها بدنا نحل مشكلة سكيليتال في حد معين نعمل كومبنسيشن. نيجي لإيش؟ نسكر الفراغات، وهي الحالات الوحيدة اللي أستعمل فيها الباور تشين على نايتينول وراوند واير، لعشان اقدر استغل كم الفراغات اللي عملتها عن طريق ستريبينج. وانما اذا الفراغات كبيره لا استعمل الباور تشين، ممنوع استعمال الباور تشين. لهذا السبب انا بستعمل فقط من اللاترال لللاترال، ولا استعملها من ناب للناب. اذا بستعمل ناب للناب بصير ريتروكلاينيشن لللور انسايزر بشكل خطا علاجي حتى نخاع. وكلاس 3 عشان نعمل عشان نقدر نمنع برضو الميزيال تيبينج للانياب، مش عشان اصلح الكلاس 3 وانما امنع التيبينج. بما انه في عندنا كلاس 3 اتجاه الالاستكس بيكون في كلاس 3، وهون عندنا كلاس 1 بستعمل شيء بسموه اب اند داون الاستكس، بستعمل 3 على 16 في كل جهه. اوكي، وحلينا المشكله، صلحنا الميد لاين كلاس 1، صح في قسم الكومبنسيتد، ولكن احنا مش بحاجه لعمليه جراحيه، فيش امكانيه نعمل عمليه جراحيه هنا. ليش؟ لانه ما فيش عندي نيجاتيف اوفر جيت او بوزيتيف اوفر جيت عشان اقدر احرك الفكين واصلحهم بالاتجاه اللي انا بدي اياه. يعني ما فيش مشكله عشان احلها، حل موجود ولكن المشكله مش موجوده. عملنا ليفلنج اند الاينمنت بمرحله ما،
بنعمل ديبوندنج او منقص الار بي اي ومن من لزق البري مولر مثل باقي الاسنان وبنعمل كمان ليفلنج اند الاينمنت وشو بنوصل لنتيجه بدنا اياها كلاس 1 كلاس 1 with correct overjet overbite وايش correct midline shifting incorrect correct midline اللي هو كان عندنا midline shifting قوي جدا لجهه اليمين الا طبع ريتينر وهون احنا بحاجه لريموفابل ابلاينس كريتينر ولا استعمل الاومنيفاك اللي هي الكلير الاينر كريتينشن ابلاينس هذا خطا فاحش لانه ما بيقدر يحمى او يمنع عمليه الكولابس في الترانسفيرز دايمنشن ونتي هسه عيات الارش كيف تغير شكله بعد ما عملنا ابرايتنج لللورتيف اذا شو اللي بدي اقوله هنا التغيير في المحور العرضي اللي هو الترانسفيرز دايمنشن قلب كل الموازين وتخلي وحل مشكله الفيرتيكال ومشكله الزيرجيتال وهي بدايتنا في المحاضره الاولى انه اذا بدنا نحل مشاكل اللي هي عندنا بثلاث محاور اللي هو الفيرتيكال الزاجيتال اند ترانسفيرسال وي هاف تو تريت ذا ترانسفيرسال دايمنشن يعني بنحل مشكله الترانسفيرسال وبعدها بنعمل تقييم للوضع من جديد وهذا الوجه التغيير ليس فقط كان في الدينتو الفيولر وانما كمان السكيليتال هذا اللي شفناه بالسي بي سي تي لذلك شو صار اعراض انفها اتدور وجهها ثمها عرض وكمان الحمار تأشف الفوق هالسعيات بدأ مبين ليش لأنه صارت عملية أولاً بروتوشن of the upper incisor هاي واحدة الشغل الثاني اللي أهم soft tissue go with the bone الماكسلة خلال عملية الإكسبانشن بعد التعريض الجراحي تغير موقعها بالترانسفيرزل ليس فقط في الترانسفيرزل إنما في الفيرتيكال وفي الزاجيتال وبالطبع بنشوف المرضى بعد كذا سنوات نطلع شو عملنا كمية البروتوجن اللي عملناها في الأبر هي موازية تماما للكمية اللي عملناها في اللور هون ننتبه للأي إن بي هي ما عندها جروث ولكن هذا كان سايد إفكت يعني الترانسفيرزل ديسكنافي كان إلها سايد إفكت عليه على الفيرتيكال دايمينشن لأنه كان عندنا كروس بايت شو صار anterior rotation للماندبول لما احنا وسعنا الفك وعملنا البايت كوركشن شو صار العملية العكسية اللي هي posterior rotation of the mandible لما بصير posterior rotation للماندبول وين بروح الماندبول برجع لورا يعني باتجاه كلاستو يعني في عنا اشي بيسموه geometric correction وبنفس الوقت عملية translation او الموفمنت للماكسلة كلياتها الى الامام يعني افكت اللي هو سكيليتالي والافكت الثاني هو سايد افكت للتغيير سكيليتالي اللي في العرض اللي هو الريبليشن وهيك احنا حلينا مشكله الزاجيتال وهذا اللي بقوله بسميه التفكير الاستراتيجي وليس العلاج طرق العلاج طرق العلاج مش مهمه كيف في طرق علاج ولكن استراتيجيه تفكير في وحده استراتيجيه تخطيط في وحده استراتيجيه تنفيذ كمان في وحدي إذا أنا بدي أتوصل للهدف اللي أنا مخططه وبالطبع هاي كل الأسنان موجودة we have no resorption عنا روتينا أسنان وقفة بشكل سليم المشكلة انحلت نعمل مقارنة انتبهوا عملية البروتروجن للأبر إنسازة لا تتعدى 1.5 إلى 2 ملمتر واللي هي تعدل كمية البروتروجن of the lower incisor ولكن الإفكت الكبير بالsoft tissue اوكي هون كان الايفكت الكبير عندها وبالطبع شو انتبهوا انه الانف ارتفع لفوق فولو اب اني اشوف المرضى بعد سنوات هاي مهم انه في عنا ستابيليتي بيش في العرض وعنا ستابيليتي في الزاجيتال وعنا ستابيليتي بالفيرتيكال دايمنشن الريتينا بعدها موجوده من كيمهاش فيش عنا كولابس وهنا نتحدث عن ايش اسمه ريلابس في ايش اسمه ريلابس في إشي اسمه براين في إشي اسمه ريلابس وفي إشي اسمه خطأ في العلاج وخطأ في التخطيط وبدنا نفرق بينهم تماما أوكي وهاي الفولو أب يعني السوفت تيشو مع الوقت تغيره بده يكون حتمي والتغير بعدها الأكبر بسبب الفانكشن ممنوع هنا ننسى العامل النفسي اللي هو مهم جدا وكذلك الفانكشن
اذكروا دائما شغلة واحد بكم إياها، ما وراء الأسنان يوجد إنسان ولا يوجد بايوميكانيكس. بايوميكانيكس هي وسيلة إن نوصل لهدف معين، حركة سن معين، وإنما في وراء الأسنان إنسان اللي هي العامل النفسي بيلعب دور، وكمان الفانكشن. إذا أنا بروح على الجيم على شو بسموه محل تدريب عضلات، بتعلق كيف أنا بعمل التمرين، بقدر أقوي عضلات البطن، عضلات الإيد، عضلات الظهر، عضلات أنا عارف الصدر. كمان هنا في عنا جيم، أنا غيرت موقع الفك، إذا بدها تتغير عضلات الوجه، ولما عضلات الوجه بتتغير forever إلى الأبد، معناها بدي يصير كمان تغيير في الشكل، اللي هذا وين تنشوفه بعد أقل شيء سنة من نهاية العلاج. لهذا السبب إحنا بنعمل الفولو أب مش فقط في الأسنان على الأسنان، وإنما كمان على الوجه. انتبهوا، ما قبل وبعد، والتغيير الأهم اللي هو منطقة البارا نزال والبيري أورال والإنفرا أوربيتال، اللي هي لا يمكن الوصول إلها بطريقة الجراحة إلا إذا بنعمل جراحة على مستوى الفورت فري. لهذا السبب لازم نفهم الكونسبت، نفهم الفلسفي، نفهم الاستراتيجية التفكير والتغيير. انتبهوا، في عرض الفم، في شكل الأنف، وكمان في منطقة البيري أورال والبيري أوربيتال والعامل النفسي والفانكشن. تنسهوش، اللي يعني هاي ضحك ما تقدر تضحك وهي سنها مثلا في وضعية من هالنوع، بينما هنا بتضحك يختلف، لما بتضحك يختلف، إذا بدها تشغل العضلات تختلف، إذا شغلت العضلات تختلف، إذا شكل الصفتي، شكل العضلي كمان بده يختلف. وهي تأثيرنا كمان في البروستو دكتور محمود اللاشي عزيزي، إنه التغيير راح يبقى مش فقط بعد ما نحط الإمبلانت ونحط الكراونز، وإنما بعد نص سنة سنة نشوف كيف تغير، إذا هي الفونيتيك، هي البسايكولوجي، العامل النفسي، وإذا الشكل. بالطبع بعد نهاية العلاج لما نشوفها نضحك ونعطيها شهادة التخرج، يعني تأخذ شهادة التخرج مثل ما أنتوا هنا شايفين. أوكي، شو كانوا يعملوا؟ هون بدي اضطريت أبني في المحاضرة بناء لإشي شفته على موقع. شو كنا نعمل؟ وهي عملناه عشان بقولكم، وأكبر خطأ، هذا الجهاز مش محطوط، إذا منتبهين، مثبت الأسلاك عشان ما تبلعوش، منوديها على الجراح وعادة نبكى في الجراحة. ليش؟ عشان يكيمو. وانتبهوا شو كنا نعمل، أكبر خطأ. ليش؟ لأنه مش فاهمين، لحديت ما انكتبت الأبحاث العلمية تاعت ويربين، اللي هي إبداع في حد ذاته، اللي اكتشف إنه ما بيلعب دور كل السيوتر هون، وإنما إشي ثاني. كنا نقص الماكسلا من النص، انتبهوا، حتى عملت عليها بحث علمي، بدي اعرف شو بتغير سكيليتال وشو بتغير دينتو الفيولار، لانه كنت انا اشوف دائما تيبينج للاسنان، بكيت افكر انه الجهاز بيعمل تيبينج، وهذا غير صحيح، ما بيعمل تيبينج. اللي كان يصير انه الماكسيلا بارت تنطعج في كل معنى الكلمه. شو نعمل؟ طلع، كنا نفتح هون، كنا نفكر ان المشكله هون، هاي كارثه كبرى. يعني انا بعمل له شيء بسموه كليفت، اللي هي مقاله ستصدر ان شاء الله خلال الأسابيع القاربة مع صديق العزيز بروفيسور دكتور محمد أبو حسين، اللي هو بروفيسور في جامعة أثينا. تقريبا نعمل له كلف، وتشوفنا مشاكل كثيرة في هاي الحالات، إنه ما قدرناش نشافي هاي المنطقة، يعني كانت مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه كنا نفكر إنه هنا المشكلة، بالرغم من هذا فتح، ولكن طريقة الفتح كانت تختلف نهائيا. شايفين؟ قصينا من هون، بس شو قصينا؟ قصينا إشي بسيط، كان خطأ كمان، يعني قصينا من هون وقصينا، بس طريقة القص حتى كانت ليس سليمة. ليش؟ بدي أقولكم ليش. إذا إنا انتبهوا على إيدي، أنا قصينا فقط، فصلنا الإيدين الثنتين، ولكن انتبهوا كيف الماكسلا فايت لجوة، الزيجوما فايت لجوة، والماكسلا طالع لبرا. هسا شو أنا باجي بعمل؟ بفتح الماكسلا، لما بفتح الماكسلا بعد واحد مليمتر شو بصير؟ بصير فريكشن بين المنطقة هاي والمنطقة هاي، بحيث إنه ما يطلعنش. واللي بصير إنه بصير أوسيفيكيشن خلال وقت بسيط، وقت قصير جدا، اللي أنا ما أقدرش أتأثر كيف أنا بدي أأثر على الترانسفيرجال دايمينشن. وكنا هنا نشوف ريلابس كثير حتى غيرنا الطريقة الجراحية. طلع البحث العلمي، انتبهوا،
يعني تقريبا ما قصناش، يعني مش مبين انه مقصوص، هذا ما بفيد. هون لازم نعمل اقل شيء عرضه 1 إلى 1.5 ملم. راح اشوفكم اياها. شو كان البحث العلمي؟ اني حطيت ميكرو امبلانتس، ميكرو ما كانش في الزمانات ميكرو امبلانتس، كان كنا نستعمل الميميفكس سكروز اللي بيستعملوها الجراحين. حطيت في المنطقة الغير متحركة، يعني تحت الاوستيوتومي لاين وتحت الاوستيوتومي لاين سكروز، عشان بصوت الأشعة بدنا نعرف كديش بيبعد السكرو عن بعضه، ساعتها بنعرف كديش تغير سكيليتال. طيب هو هذا سكرو وهذا سكرو، هون سكرو وسكرو. لما احنا بنفتح بنشوف كديش تغير بعد سكرو عن بعضه. كان عندنا في شابلونات اللي هي بتعطينا بالضبط في لحدية 0.2 ملم، يعني افريج ديفيشن، يعني كانت الشغل دقيقة وإن كنا عندنا شبلونات. شو اللي اكتشفناه؟ تقريبا ما كانش تغير، ولكن كان عندنا سيوتشر مفتوح حوالي 4 أو 5 أو 6 ملم. هذا اللي صار. بس أنا ما بدي، أنا بدي سكروس يزيحن عن بعض، أنا بدي هذا سكرو يزيح بالكمية اللي أنا فتحتها أو نص الكمية، والنص الكمية الثانية على الجهة الثانية، وهذا لم يحدث. هذا لم يحدث. نفس الشيء بدي يصير في المارك، ونفس الشيء بدي يصير في التي بي دي من دون سيرجري. هاي النتيجة، انتبهوا، ما فتحنا السيوتشر فتح، وطلعوا كديش السكرو فتح، ولكن انتبهوا شو صار؟ انه صار تيبينج للماكسيلا بارت. لما بصير تيبينج موقع السكرو اللي على الماكسيلا تقريبا ما تغيرش. وصلنا نتيجة شو اللي قاعدين نعمله هنا؟ اذا بفيدش كل الطابق، اذا خلينا نعمل اشي بسموه conventional RPE، conventional RPE expansion. شو عملنا؟ نجي اخرى امثلة، انه هاي المريضة كانت بدها مش معجبها الوضع. تبهو في عنا deviation transverse، في عنا symptoms of long phase اللي هي بتأشر انه في class 2، ولكن الحقيقة هي مش class 2، هي class 3 بسبب long phase، وبسبب انه المانديبل راجع لورا بسبب posterior rotation مبينها class 2، ولكن هي الحقيقة هي class 3. عندها نيرو ماكسلا، يعني الماكسلا جدا ضعيفة، الماكسلا جدا ضعيفة، يعني لما تضحك بدها اسنان. هسه كيف انا بدي احل مشكلتها في البروستو؟ حتى لو بعمل كراونز بحث كل الاسنان، او حتى بعمل فينيرز، بقدرش احل مشكلتها الا اذا بعمل الفينيرز عرضه تقريبا سنتيمتر، بحل المشكلة. بس ساعتها ما عندهاش سن، عندها مدراس، يعني عندها مساحة توكل عليها ومش سن يوكل عليها، وهذا إشي يعارض إشي بسموه قوانين الوظيفة اللي هي الفانكشن. شو عندها المشكلة؟ المشكلة عندها سكيليتال، يعني بقدرش أحلها دينتو ألفيولار، ناهيك إني بقدرش أحلها عن طريق الفينيس اللي أنا بشوفه كثير اليوم. يعني صح الفينيس إشي عظيم جدا، وعند الدكاترة بيستعملوه، اللي رايحين رحبوا فيكم اللقاء الجاي رايحين نتحدث عن الموكس مالتي ديسيبلينر تريتمنت، احل مشاكل ترانسفيرزال مع البروستو. ما بيقدروش يحلوا المشكله الفينيس. كديش بدي اعرضه؟ شو بدي اعمل باسنان التحات؟ لانه لما انا بدي اعرضهم بدي اغير الفانكشن، اذا احتمال يتغير كمان موقع الاسنان بالفك التحتاني. اذا انا حليت المشكله مؤقت، شو بده يصير؟ بده يرجع للكروس باي. هاي واحد. الشغل الثاني، عندنا كلاس 3 او باتجاه كلاس 3، الاوفرجت قليل جدا، حتى عندنا اتش تو اتش في هالمنطقه. المشكله الاولى هي الكروس بايت. الكروس بايت ضخمه جدا، ولكن لا نرى ضخامتها ما دامنا ما قمناش في عمليه شيء بسموه ريكونستراكشن حسب جرينهولتز اللي هو باحث الماني. شو قال؟ قبل لا نبدا نحل المشاكل بدنا نكشف المشاكل. كشف المشاكل اني اعمل uprighting فكري للاسنان السفلى، يعني بالفك التحتاني، وشخصيتها نكشف انه في عندها كروس بايت ضخم جدا بحاجه لحله. يعني يجب ان اوسع الفك الفوقاني تقريبا 11 ملم. اذا انا بدي اوصل لوضعيه ايش؟ correct occlusion transversal dimension. يعني اذا انا بدي ابني كراون بده يبقى عرضه هاف زائد 6 ملم، يعني
بده يوصل تقريبا لهون. اولا فانكشنالي بيقدرش يثبت، بده يكسر، لانه من ناحيه القوى بايوميكانكس في العضه بدنا نعمل مشاكل في البيريو، بس ما بديش اتطرق لهذا الموضوع في الوقت الحالي. عمليه الكومبنسيشن محدوده نقدر نعملها. هسه شو عملنا احنا هون؟ احنا مشكلتنا مش في هون، مش دينتو الفيولر ديفيسينشي، عندنا مشكله سكيليتال. اذا بدها تنحل سكيليتال وبعدها بدها قيم الوضع من جديد. بما ان هي تتعدى جيل ال 25 26 سنه، اذا هنا الجأ بسبب الكميه اللي انا بحاجه الها، بكيت احلها كالكواد هيليكس. ليش؟ لانه الكميه بدها 3 ملم 4 ملم ما بفوت الجراحه، او كونفنشنال ار بي اي مع ريتنشن طويل، ولكن انا بحاجه هنا تقريبا 11 ملم. لهذا السبب انا بدي اعمل تعريض سكيليتال عن طريق المساعد الجراحيه. شو المقصد؟ انه لما بنعمل احنا دياجنوزس وبدنا نعمل تخطيط نكشف الحقيقه، انا بسميها البايت بوزيشن. لهذا السبب يتطلب رؤيه عريضه وتفكير واسع ورؤيه واسعه للامور كلها، على المستوى الجمالي، على المستوى الوظيفي، على المستوى الاوكلوزال، على المستوى النفسي، على المستوى الوظيفي للمدى البعيد. كلهم بدي اطلع عليهم، يعني بدي اعمل لهم تحليل واكشف المشاكل. هيك هاي استراتيجيه التفكير. بدي اعرف المشكله، بعد ما اعرف المشكله بحط التخطيط، بحط ايش، لانه في عندي بروبلم ليست، بحط اهداف، وحسب الاهداف بكون في عمليه التخطيط. عندنا مشكله فيرتيكال، اذا في لها تاثير على الزاجيتال. عندنا مشكله ترانسفيرزال، عندها تاثير على اثنين، وشفناها احنا في الحاله الاولى. اذا تعال تنحل المشكلة الترانسفيرز، لأنه كان برضو مخطط عندها احتمال نفوت في الأورثوجناتيك سيرجري بسبب اللونج فيس سيندروم اللي عندها. السؤال شو بده يصير في هاي المشكلة عندما بعد ما نعمل في عملية الإكسبانشن للماكسيلا. لهذا السبب أنا بعمل إشي بسموه جراحة، شغلة واحد. الشغلة الثانية، هاي المريضة بتقدرش تنام في الليل، في عندها إشي بسموه سليب أبنيا، اللي هي بصير عمليا إيش بيسموه التوقف التنفس في مرحلة معينة. توقف التنفس يؤدي إلى تقليل من تركيز الأكسجين. لما بقل الأكسجين المريض أو الشخص بصحى في الليل، هذولا بصحى في الساعة ما يقارب 14 إلى 15 مرة، يعني ولا مرة بينوم. لذلك ثاني يوم يكون تعبانين. الحوادث بتصير إذا هي بأماكن العمل أو على الطرقات، عدم التركيز، نيرفس، مشاكل في القلب، مشاكل كثيرة. ليش؟ بسبب التنفس. وحضرتك لكم إياها المشكلة الكبرى، اللي عندهم مشاكل في القلب لازم نبدأ نفحص في التنفس. مشاكل اللي عندهم مشكلة في الأنف، قبل ما نعمل إشي بيسموه عمليات الانف، نقيم شو بسموه الكوان او نقوم تونزلز، خلينا نفحص الفك. وعندي انا صديق اللي هو دكتور ان شاء الله عن قريب بروفيسور فراس قاسم، الذي هو انف اذن حنجره، رئيس القسم في في في, في المستشفى، اللي ينتبه لهذا الشيء. وفي في شو بسموها تباين بمواضيعنا، اللي هو كومبلاينس بين الانف اذن حنجره والتكوين. شو اللي بدنا نعمله احنا هنا؟ اللي بدنا نعمله عملية توسيع، نوصل لوضعية من هالنوع، اللي هي كومبينيشن عن طريق الـ RPE والتيبنج للأسنان. هذا احنا نوصل له. هاي كمية ضخمة، اللسان له محل كثير كبير، بدنا نشوف هالساعات عواقبها بعدها. شو بستعمل؟ كونفينشنال RPE، بقدر استعمل TBD او بستعمل المارفي. اذا اسنانها ملاح بستعملوش، اما اذا في مشاكل بيريو ما بخاطر بستعمل الاسنان، انا ساعتها بستعمل العظم. اللي بنعمله بدنا نوصل لهاي المنطقه تقريبا 10 مليمترات، بدنا نكون في عمليه توسيع الار بي. اذا بنستعمل الهيراكس الشركه مش مهم، اما المهم يكون شركه او جهاز اللي له ابو وام. بالطبع انا لا انفي عمليه، هذا الدكتور نجيب، لا انفي عمليه استعمال تي بي دي، استعملته، الا انه لازم نتحدث عن الفشل قبل النجاح. يعني حالات عديده اللي بعد العمليه جراحه بثلاث اربع ايام سقط الجهاز، صار في انفكشن وسقط.
شو بدي أقوله؟ بدنا نفوتك عملية ثانية. لهذا السبب بدي يكون القرار محكم وين تستعمل هاي الأجهزة. يعني بده مش فقط تشخيص سليم للحال وإنما تخطيط سليم لأي جهاز عند أي مريض بدي أستعمله. شو اللي إحنا بدنا إياه؟ قلنا بدنا نكسر المنطقة من هون. إذا إحنا بحاجة لإيش؟ إنه نعمل إشي بيسموه باراليليزم للماكس لبعض. أنا بدي أكسر من بعض عشان أغير التنفس، أغير الفيزيكنومي، بدي أغير الترانسفيرزال دايمينشن، بدي أشوف شو بدي يصير بالفيرتيكال دايمينشن وشو بدي أشوف شو بدي يصير في الزاجيتال دايمينشن. لهذا السبب بلجأ كمان مرة للسيرجيكال أسيستنت إكسبانشن من قص الفك في منطقة الباتريس وانتبهوا البرغي بنفتحه خلال العملية الجراحية 6 مرات بيكون ضغط رهيب. قبلنا نضرب الهواء في المنطقة هاي منشده 5 إلى 6 مرات يبقى ضغط رهيب جدا. لما بضرب في الزميل الجراح في هالمنطقة شو بصير؟ الفك بفصين عن بعض. ساعتها بنعرف انه اشتغل. شايفين؟ نضرب ساعتها بفتحن عن بعض. شو بعمل الجراح؟ بيكون في عملية لففانه ب كمان مرة، يعني برجعه ننتظر 3 أيام ونبدأ نلف الـ RPE مرتين في اليوم الصبح والمغرب، كل مرة ربع لفة، وبنعمل مراقبة بعد 3 أيام عشان نتطمن، وبعدها من كله يرجع بعد أسبوع كمان مرة، وحسب الحاجة يكرر هل بلزم نكمل فتحان ولا لا. وانتبهوا كدش فتحناها، هاي الكمية اللي احنا فتحناها. إذا مزبوط اللي منقول انه بدنا نربح محل، معناها لازم يكون عندنا سبيسز. لا، ها اذا بدوش يصير ريتروجن للانتيريور تيث، بدي يصير ستيب بمرحله معينه، او بدي يرجع الفك. شو بدي يرجع الفك؟ مثلث. بس احنا ما بدنا الفك مثلث، احنا بدنا اياه دائري. عشان يصير دائري اذا القطر، خليني ارسمها عشان تشوفوا شو انا اقصد. معناها شو بدي يصير؟ بده الحركة بدها تصور كالآتي، هيك تقريبا. اذا بده يصير ريتروجن. لما تصير ريتروجن بهاي الحالة احنا بحاجة لمحل اللي هو يستغل عن طريق ال RPE اللي احنا وصلنا له. شو اللي بصير في عملية التوسيع؟ هي كالآتي، خلينا نفرجيكم شو بصير عملية التوسيع. هو كالآتي، انه بالطبع قاعدة الجمجمة نفصلها مش كلها مبدئيا، شايفين؟ برجعوا كلكم، وانما في منطقة اللي فور، وبنعطي هواء في هاي المنطقة. لما بنعطي الهواء في هاي المنطقة وبنبدأ نلف بعد تقريبا 3 أيام، اوكي، تبدأ عملية الفتح البطيئة. شايفين؟ هاي زيموليشن للحالات نعملها، صار فراغات ولكن الفراغات هاي راح تسكر بشكل تلقائي لعملية تعريض الفك. وإذا بنعمل مقارنة ما بعد وما قبل بنشوف التغيير اللي صار من ناحية الأرض، يعني المسافة القطر كبر من دون ما يكون ستيب. ليش؟ لأنه صار عملية روتروجن للأبر إنسايزر. وهاي النتيجة اللي احنا وصلنا لها، توسيع تقريبا سيزر باي، ولكن اتذكروا هاي it's not over correction، وانما اخذنا بعين الاعتبار الكمية اللي بدنا نعملها uprighting للور teeth. هاي المسافة احنا بحاجة لإلها. شو هذا؟ عارف شنو الرسم؟ اوكي، هاي المسافة اللي احنا وصلنا لها، اللي حصلنا عليها، وخلال الاكسبانشن بتصير عملية تطلعوا. كان عندنا تقريبا سيزر 5 في السوادس، ولكن مع الليبلينج والجهاز بعده بفهمها وصلنا لوضعية تقريبا كوريكت بايت. بس احنا بدينا بالفك التحتان، تبقى في عندنا تقريبا ليبلينج اند الاينمنت ابسولوت، وبدينا بالفك الفوكاني. ليش؟ عشان نعرف كديش يجب علينا أن نفتح في خلال الإكسبانشن، لأنه أول شغلة بتصير هي عملية البكالي موفمنت،
بهاي المرحلة أنا بعمل bonding للbrackets بالفك التحتاني وبعمل uprighting للواتير. هنا هاي الحركة بتعمل تغيير بالzagital dimension and the vertical dimension. لهذا السبب لازم أنتظر هاي الحركة، بدي أعمل retention 3 إلى 4 أشهر حتى عند الأطفال، وبعمل إشي بسموه evaluation تقييم للوضع من جديد عشان أخذ قرار. شو القرار كان؟ اني انا تنازلت عن الاورثوجناتيك سيرجري. هاي الفرقيه بين وكبل هسعد في محل اللسان بشكل كبير، بحيث انه المريض يحط لسانه على سقف الحلق وما ياثرش على مجاري الهواء لما بيكون لسانه في ارضيه الفم، وعمليه سنورينج عمليه الشخير تقل، بيقدر يتنفس بشكل سليم في الليل عن طريق الانف وما بيضطرش يصحى في الليل. يعني سليب ابنيا بتروح من عنده. شو اللي بدنا نعمله هسات؟ ليفلينج اند الايننج، بسيط جدا، اللي هي بسموها الشغل السريع، اللي هي بتعلق في عمليه تركيب البراكتس اللي انا بديش اتطرق له. الكل بيقدر بيعرف يعني كيف يركب البراكتس. المهم في الستريت وير مش ال اني اغير الاسلاك، وانما الشيء الاساسي هو تركيب البراكتس. انتبهوا، انا الجهاز بعده موجود، انتبهوا وين راح المحل. الكراودنج ما انحل مع انه الدياستماستك اتسكرت، وهذا الاثبات القاطع انه الترانسفيرسال دايمنشن. حطوها حلقه في اذنكم، حتى الحلقه بجوز تسقط، ادمغوها في عقولكم. لا يمكن حل مشكله كراودنج عن طريق الاكسبانشن. لو انه هذا صحيح كان حلينا المشكله. ما حلينا المشكله، الكراودنج بعده موجود. ليش؟ لانه احنا بحاجه لعمليه تعريض الفك من الامام عشان ما يصيرش شكله مثلث، وهذا بحاجه لمحل. اذا هنا في خطا تفكيري. السؤال اللي بيسال واحد لحاله، ليش انا بدي اعرض الفك اذا ما فيش عندي مشكله في الترانسفيرسال؟ بزمش اعرض حتى لو عندي كراودنج، بصيرش انا اخرب الترانسفيرسال دايمنشن اذا ما فيهوش مشكله عشان احل مشكله الكراودنج. يعني ما بصير اذا انا راسي بوجعني بسبب عيني اني اروح اشتغل على ذيني. صح اسنان موجودات في الثن، بس لا يعني هذا بدنا نحل المشكله الرئيسيه. اوكي، ليفلينج اند الاينمنت عشان نحل مشكله الدنتو الفيولا اللي هي الكراودنج عن طريق قسم البروتروجن اللي هو القسم الاكبر لا يتعدى 1.5 إلى 2 ملم. وانتبهوا، اوكي، الفك عريض جدا، القطر تغير نهائيا. هسه نشتغل في الإلاستيكس اللي هو موضوع في حد ذاته. بالعكس هي صارت حتى كلاس 2، انتبهوا، يعني من كلاس 3 صارت كلاس 2. ليش؟ لأن صارت عملية الإكسبانشن أثرت، يعني كان أوتو روتيشن، أي نعم، ولكن شو اللي صار؟ بسبب الترانسفيرسال دايمنشن رجع الفك تحت مع إنها لونج فيس. التحليل العلمي راح يعطيكم اياه بعدها. طب كيف انت بتستعمل؟ ليش رجع الفك واحنا بدنا نكدمه؟ لا، كدمناه، هسه التحليل العلمي راح يجينا. طلع وصلنا لكلاس 1 اللي بدنا اياه مع كوركت اوفرجيت اوفر باي. الاهم من كل شيء اطلع على عرض الفك الفوقاني، عريض جدا، هذا اللي بدها اياه المريضه، اللي بده اللي بدها اياه الفيزيولوجيا. الا الأنف صار أعرض، الفم صار أعرض. بالطبع مشكلة الفيرتيكال محل نهاش 100%، بعدها موجودة، إلا إنه هذا إن أفوتها عملية جراحية ماكسيلامانديبول. يعني هون أنا بأخذ حل وسط، إذا الوظيفة والأسيثيك مظبوط أنا بتنازل عن هذا الشيء، وأنا كنت هذا شايفه. بسبب إيش؟ الإكسبانشن. انتبهوا شو صار من هون لهون لهون، تغيير ليس فقط في الفورم وإنما بالفانكشن. لأنه شو كان رو؟ شو كان رو؟ correlation between form and function. يعني بقدرش أحافظ على هذا الفورم إذا الفانكشن بتغيرش. عشان أقدر أحافظ عليه لازم اللسان دائما موجود هنا، عشان اللسان موجود هون لازم تكون عملية التنفس عن طريق الأنف. إذا أنا أمنت الفانكشن أنا بأمن الفورم، وهذا أحسن طريقة كيف أعمل ريتينشن للنتيجة. وبشوفها بعد 13 سنة،
بشوفها بعد 13 سنة، لكن النتيجة بعدها ثابتة. بالترانسفيرزال دايمنشن، بالفيرتيكال دايمنشن، في الزاجيتال دايمنشن. بالطبع هون صار عندي دياستوم. ليش؟ لأنه أعتقد أن الروتينة الكناها مقطوعة وركبناها، بس منحط نستعمل ريموفابل أبلانس إذا بذلكها نعمل منحل الروتينة لكم أسبوع، نعمل ريتروجن للأبر إنسايزر ونحط روتينة جديدة. ولكن انتبهوا، التغيير فين؟ في الماكسيما، جدا ثابت. وبالطبع النتيجة الخارجية لم تتغير مع الوقت. وسمايل ساعات بينات بوليسنا. إذن هذا هو التفكير الاستراتيجي. ونيجي نشوف هون نفس الشيء، نفس طريقة التفكير. هون كان عملية تخطيط خاطئة لبنت اللي هي عندها نفس السيمبتومز، ميدل فيس هيبوبلازيا كلاس 3، الأنف رفيع، الفم رفيع، يعني في discrepancy between intercantus بين العينين للعرض الأنف، لازم يكون واحد لواحد، بس هنا أقل من واحد، وهذا لازم يكون واحد ونص لواحد اللي هو غير موازي لهذا. شو معناها؟ لازم يكون في عملية تعريض الفم. الأهم من كل شيء منطقة الانفراوربيتال اريا والبارانازال اريا اللي هي symptoms for class 3. المريضة كانت في علاج تقريبا 6 سنوات، اجت في البراكتس، هاي وضعها مثل ما انتم هنا شايفين. المشكله هي مش بالليفلنج ان الاينمنت. بدنا نحل اول شيء المشكله الاولى اللي هي الفانكشن، اللي هي تتمركز في المحور الترانسفيرزال. بدنا نحل مشكله الترانسفيرزال، نعمل تركيب من الوضع. انا التخطيط، انا لما بعمل استشاره بقول لهم احنا رايحين على المشروع الضخم، اننا نعمل سيرجيكال اكسبانشن، بدنا نعمل جراحة فك علوي، جراحة فك سفلي، ولكن بعد التوسيع بنعمل تقييم للوضع من جديد، ومن ثم نأخذ القرار النهائي. وانتبهوا شو صار. أول إيش كنا البراكتس كلها يعني. الفك عريض، عنا روتيشن تيبينج للأسنان اللي بديش أتطرق لها. إحنا بدنا نطرق ساعة الفلسفة الاستراتيجية في محاضرات خصوصي للبايوميكانيكس، كيف من السن، كيف من شغل البراكتس أو الواير، اللي هي راح تفهموها خلال دقائق. اللي بيعملوا عليها محاضرات عديدة وبيعملوا كتب، بقول لكم مش هاي القضية. الأهم هي استراتيجية التفكير، استراتيجية التأجنوزس. هاي الحالة تبهم، هاي الوضع الموجود، كل الأسنان موجودة، نعمل أبرايتنج. يعني هنا في كثير بعض البيوميكانيكس اللي بدنا نفوته. عندنا كلاس 3، عندنا إشي بيسموه دينتو ألفولا كومبنزيشن، أكثره وين؟ في الماندبل، ريتروكلينيشن أوف ذا لور إنسايزر. يعني إذا الإنسايزر بدي يوقف بشكل سليم، إحنا عنا كلاس 3 واضح. لهالسبب إحنا قلنا احتمال إنه نيجي نعمل أورثوغناتيك سيرجري. هاي الوضعية البراكت زلناها. هنا أنا بنصح الجميع اللي بيشتغلوا أورثو إنه بعد ما نعمل دي بوندينج نخلي الحالة تقريبا 2 شهر من دون ما نطب فيها، يعني مش مباشرة نبدأ نلزق فيها عشان نصير ريلابس، نعرف شو نعمل له كومبنزيشن وشو ما نعملوش. إذا في عنا كومبنزيشن بدي يصير في ريلابس، بعد 2-3 شهر أنا بشوف لأي اتجاه المسار رايح وباخذ قرار إنها ستبدأ عمل بوندينج. أما إنه بدنا نكون في عملية التعريض، هذا لا شك. اللي صار إنه صار ريلابس قوي جدا في الماكسيلا، لأنهم عملوا دينتو ألفيولار كوركشن، عملوا دينتو الفيولار كوركشن، بده يصير ريلابس للاسنان، عملوا التيبينج وحل المشكله دينتو الفيولار. هاي الوضعيه قبل، انتبهوا. بالطبع في مجرى البحث العلمي اللي قمنا فيه واللي هو قائم حتى الان، طبعا هاي عده ابحاث اللي عن الاي اويس، عن التغيير الدينتو الفيولار، تغيير منطقه الانف، تغيير منطقه الماكسلا، في تقريبا حوالي 4 بي اتش ديز اللي بيشتغلوا عليه، واحد منهم خلص. كسنا كل هاي القياسات، نشوف شو بصير. اللي احنا بنقوله هل هو خزعبلات او تخمين؟ قبل كنا نخمن، هسا نؤكد اللي كنا نفكر فيه. وانا كنت ما كانش عندي شك نهائيا في الزمانات، في اوائل التسعينات، انه الامر مش مثل ما احنا بنفكر، اكبر ما نفكر، بس ما كان الامكانيه نثبت هذا الشيء.
غير انه الاوس اللي قلت لكم انا ان ما بهمني انا العرض هذا ما بهمني من هون لهون اللي هو عفوا وين هني اوب وين انا ما بهمني العرض انا ما بهمني العرض هذا انا ما بهمني انا اللي بهمني المحور الفوليوم اللي انا بهمني هذا بشوفه بس 2 ديز وهذا ما بيعطيش احتمال انه انا احتمال انه انا مطيتها ولكن لا يعني اذا مطيتها اني غيرت الفوليوم تبعها وانا اللي بهمني قلت لكم هي هو الفوليوم لهذا السبب عملنا اشتغلنا على 3D اللي بهمنا هو في هاي المنطقة هون شايفين هذا اللي انا بهمني مش هذا اللي بهمني العرض ولكن في البرنامج تبعنا اللي عنا اللي هو روماكسس بنقدر نستقطب منطقة الاوس نقسمها للإبيفارونكس ميتافارونكس ومنطقة اللارونكس اللي هو انفرالارونكس حتى في أبحاث سليب أبنية اللي راح أطرقها مرة الجاي بنقدرش نحطه كلياته بطنجرة واحدة احتمال إنها تكون المشكلة في المنطقة العليا إذا الحل بيختلف إذا المنطقة الوسطى بالحال بده يختلف إذا بده يكون في المنطقة السفلى الحل بده يختلف يعني بدنا نعرف وين المشكلة حتى في سليب أبنية ما بكفر في إن يقول عنده سليب أبنية شو عملنا؟ عملنا عملية التوسيع ما يقارب 12 مليمتر شايفين؟ سكرو هو 14 مليمتر بس ولا مرة بنفتح على كمية اللي إحنا بسنان بالكمية اللي مفتحها في سكرو وعملنا تقييم للوضع من جديد طلعوا open bite هون بعدني بفكر orthognathic surgery ولكن تقييم للوضع بيجي بعد 3 أشهر طب انتبهوا شو صار parallelism في المنطقة هاي أهم شغلة هذا اللي بصير عند الأطفال عند الكبار إذا بعملش osteotomy في هاي المنطقة لا يمكن إني أحصل على هاي النتيجة بقدرش أحصل على هاي النتيجة بهذا الشكل اللي هي parallelism اللي بحصل عليه هو من دون جراحة هذا الشكل وهذا أنا بديش إياه أنا بدي إنه يكون الفتحان بشكل متوازي وهذا اللي عملنا عندهم وعملنا قياسات كديش فتح في منطقة الأنف كديش فتح منطقة الأبكس في الوسط كمان الانتزال والنتائج كانت رهيبة إنه تقريبا 1:1 في منطقة الأبكس بجوز أقل وطبع بحكم القوة اللي إحنا نستعملها لأنها ولا مرة بتكون في center of resistance يعني منطق مركز المقاومة ومنطقة الأنف كسناها كانت نتائج جدا مذهلة ولكن ليس في الأيرويز في مجاري الهواء وإنما skeletally وfunctionally التغيير والأكبر كان التغيير وين؟ في منطقة السيجوما كلها تكسنا والتغيير بالطبع أخذنا ريفرنس بوينت كثير عشان نقدر نثبت اللي منقوله عدة نقاط اللي أنا بديش أتطرق لها أوكي اللي بديش وطلع شو صار بعد التغيير بعد الترانسفيزر دايمينشن اتغير بجهة نهائية يعني تغير بالفيرتيكال وكمان تغير في الزاجيتال إذا هذا إثبات للتأثير الفيرتيكال الترانسفيزر دايمينشن إنه بطل تبين كلاس 3 قوي المنطقة الانفرا أوربيت أريا ملاني ومنطقة الماكسلا وإنها كدمت ليش؟ بسبب اللي تحدثنا عنه قبل هسا هنا أنا شو بعمل؟ باي ميكانيكلي أنا بستغل قسم من الفراغات وبحل المشكلة دينتو ألفيولا ليش؟ سكيلتل هي بوضع جيد ونرسنا بحاجة إن نعمل للأورثوغناتيك سيرجري وبما انه هون بدي اعمل بنعمل بروستو ساعتها بنعمل بيرفكتسيونيزم للاكلوجن في البروستو اوكي هاي الكميه اللي وسعناها هذا التغيير اللي صار بالزاجيتال وكمان بالفيرتيكال اللي بحيث انه الشفه اللي فوق تبين تماما المريضه تمسك شفايفها وكمان بطل يكون نيجاتيف بوزيتيف ستيب وانما نيجاتيف ستيب حسب الاسيثيك اكسس والاسيثيك لاين من دون اي جام سمايل وهنا اتنازلنا عن شيء بسموه اوفيجناتيك سيرجن هذا هو التخطيط
الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي، ولا ممنوع نتمحور ونتكوقع فقط كيف ألزق البراكت. هذا مهم جدا طبعا، أنا لا أنفي هذا الشيء، ولكن المهم شو أنا بدي، وين أنا بدي أروح، شو سبب المشكلة، مش العوارض الجانبية تاعت المشكلة. لو أنا العوارض الجانبية حاول تنحل قبل، بس ولكن ما قدروش يحلوا المشكلة كلياتها، وبعدها بنعمل بروستو، طلعوا التغيير هون لهون بسبب إيش؟ بسبب تغيير الترانسفيرسال دايمينشن اللي أثر بالزاجيتال وكمان بالفيرتيكال. لهذا السبب بدنا ننتبه، عرض الفم تغير، عرض الأنف كمان تغير، صار تناغم بين العينين، عرض الأنف وكمان عرض الفم. وإذا بنعمل إيش بيسموه over positioning، هذا ما بشوفه عند نفس المريض من دون السيرجري، من دون التوسيع بمساعدة الجراحة، إنه يصير بشكل باراليزم. والتأثير كمان في الزاجيتال، انتبه هنا التغيير كمان وين؟ في الماندبل وليس فقط في الماكسيلا، وليس فقط في الماكسيلا، في الماندبل، في الفيرتيكال ان ترانسفيرسال. هاي مهمة جدا. اذا مثل لعبة الشطرنج، مش فقط كل مواضيع الطب اسنان، مش فقط افكر في الكراون او في الامبلانتس، بدي افكر في النتائج تبعته اللي هي الست خطوات القادمة. مثل لعبة الشطرنج، بكفيش فقط اني اعرف شو بدي العب، وانما لازم اعرف شو بدي العب بالخمس خطوات القادمات. مش بس هيك، كيف المريض بده يكون رد فعله، يعني الخمس خطوات بيلعب عكبالي اللي هو المريض في هاي الحالة. اوكي، وهاي النتيجة قبل، هاي النتيجة نطلع، هذا قبل، هاي قبل، هاي بعد، وهاي بعد، من دون اي جامي اسمايل. هذا هو موضوعنا اليوم اللي احنا تحدثنا عنه، والمرت الجاي رايحين نتحدث عن مع الزملاء الاعزاء، عن معكم بالطبع ومع الزملاء اللي بيشتغلوا معي هنا، اللي بكون لهم الاحترام، لانه هذا مش فقط بسببي انا، وانما بسبب الطاقم الكبير اللي احنا نشتغل مع بعض. رايحين نتحدث عن حل مشاكل في البروستو والتقويم اللي المالتي ديسيبلينري، اللي هي بنطاق الترانسفيرسال دايمنشن، ولكن محاضراتنا عن الاخرى هتكمل، ولكن عشان تشوفوا قديش تداخل المواضيع جدا مهم عشان نحل مشاكل كبيره، اللي من دونها، اللي من دون عدم التداخل المواضيع مع بعض، انه احنا ما نقدرش نحلها. اللي بتكون ان شاء الله المحاضره في الاسبوع القادم، اللي بنكون معاي ثلاث زملاء اللي بتحدثوا عن الموضوع اليوم. لكلكم شغله، المالتي ديسيبلينري ثينكينج والشغل هو اهم شيء في عالم التقويم وفي عالم طب الاسنان. واذا احنا ما نتحدش وما نعلمش بعض وبعلمش زميلي، ما نقدرش نقدم حالنا، ما نقدرش نحط بصماتنا في التاريخ. اذا بتطلعوا في العالم العربي، وللاسف الشديد بقول لكم اياها، احنا ما بنحط بصماتنا في التاريخ. ده شو من تاريخنا القديم، هذا راح اتطرق له بعدين. ليش؟ لانه فيش تعاون، لانه انا للاسف الشديد اللي بشوفه، انا بدي اعلم زميلي ولا ارى به انه منافس او عدو، لا، انا بشوف حالي فيه. انا هذا بده يعطي الرساله الى اللي بعده، وهيك بتتقدم الشعوب. مثل لذلك بنشوف شركات في اوروبا، مثلا في المانيا مرسيدس عمرها 130 سنه. ليش؟ لانهم تداولوا العلم، اعطوا لبعض، وهيك لازم احنا نشتغل. ممنوع نبخل على بعض في العلم، ممنوع نبخل على بعض في النصائح، ممنوع نبخل على بعض في التعاون، لانه يوم ما انت او هو راح يعالج ولادتي، يوم ما راح يقول تعلمت من نزار وتد. يعني الفكرة بدها تبقى تخلد، وليس من فراغ الكل يتحدث عن المتنبي وابن خلدون، مش عشانه كان عنده سيارة لامبورغيني او مرسيدس، ومش عشانه كان عنده احسن قصر مثل عندي فلان وعلام.
لأنه كتب كتاب صغير يحتذى به، وحفز شعبنا أولاد شعبنا أن يقلدوه، ومن ثم طلب منهم أن يبدعوا أن يكتبوا أحسن منه. ليش؟ لأنه كان عنده الثقة بالنفس، عنده العلم، ما كان عنده الخوف إنه واحد يهدد كيانه. بهذا أريد أن أنهي محاضرتي وأفتح الجدال لكم، تفضلوا. دكتور يعطيك العافية. تحياتي. دكتور همساك يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. دكتور احنا عملنا يعني اكسبانشن، يعني 3D اكسبانشن مش لفورت 1 اشتغلنا صحيح؟ احنا عملنا اكسبانشن. لا لا ما عملناش لفورت 1، احنا قمنا في قص العظمي اللي هي منطقة الباتريس وفقط، يعني ضعفناها. طب بدنا بس للبروسيجر نفسه للسيرجري، اذا في فيديو كامل نشوف كيف يعني البروسيجر كومبليتلي، في مجال نشوف السيرجيكال بروسيجر. دقيقة عشانهم الأغلبية في كثير طلعوا، أنا وفرتها للمرة الجاية على فكرة. يعني موجود. بنت كومبليت يعني بروسيجر أشوف كيف السيرجري كامل دكتور. دقيقة هسا ثواني بينت بين عندكم؟ بين الشاشة. أوكي. بلخصها بدقائق، خليني ثواني. نيجي. لا البروسيجر نفسها تبعوا بفرجيكم حتى خطأ في الزمانات في عملية التخطيط. انتبهوا، التهوا في الأسنان وخربت الأسنان خلال 6-7 سنوات، ما حلوش المشكلة. المشكلة هي مشكلة ترانسفيرزا. شو اللي صار؟ بدنا نكون في عملية توسيع الفك. كان عندها كمان سليب أبنيا، هاي البنت اللي هي عملية الشخير. كيف بنعمل العملية الجراحية على السريع؟ عملناها. كيف عملناها؟ طلعوا توسيع، عملنا اوفر كوركشن، توسيع كبير، هي انه قصينا هاي المنطقة. كيف بتصير؟ كالآتي، انتبهوا. واحد، جرح صغير من هون، جرح صغير من هون، يجي من قص في المنشورة ومنوسع الجرح. وهذا الخطأ اللي كنا نعملها، ما قلناش نوسع الجرح عشان ما يصيرش فريكشن خلال الجراح. بيعطي يسموه نيك في منطقة البتيروغويد، ما بفكها بس بضعفها. شو بيجي بعمل؟ بضرب هو في بزميل في هذه المنطقة. قبل هنتبهوا، بنفتح البرغ حوالي 7 مرات. هالساعة لما بيعطي الهواء على الزميل، انت كيف فتحت؟ طكت. ساعتها برجع البرغ كيف كان هو وبسكر الجرح. هي عملية لا تتعدى 20-25 دقيقة. دكتور سيمبل سيرجيكال، مش اشي بارس سيمبل سيرجيكال. للسيرجن فيري سيمبل سيرجري. وكان عن استخدام البيس، وكمان كتير بساعد بالحالات كمان دكتور. بس انا بنصح الطبيعي، الكل بنعمل بال يعني بس انت تعملهاش ليه؟ تركنش علي؟ مش بركنش عليك، بخاف على المريض. طيب دكتور عراس تمر امر. يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم. شكرا شكرا. اسئلة؟ اللي بفهمه ان الامر واضح كما يبدو. يعطيك الالف عافية دكتور. اهلين في حضرتك. مين معنا؟ الو؟ إذا ما فيش أسئلة كما يبدو، معناها دكتور نجار بس سؤال هيك صغير قبل ما نسكر. دكتور نجيب أيوة تحياتي. أهلين فيك، تحياتي واحترامي. دكتور بالنسبة للحالة الثانية على ما أعتقد أو الحالة الثالثة كانت اللي عملت لها مرة ثانية كنترول بعد 16 سنة، الريلابس اللي صار عنا ما كان عكس الحركة اللي نحن سويناها اللي هي التوسيع، يعني ما رجع صار في عنا كراودينج، صار في عنا دياستيما كتير صغيرة. إيش تعليلات أو إيش ليش صار في عنا دياستيما؟ ليش ما صار في عنا كراودينج مرة ثانية؟ ليش صار دياستيما؟ أنا بقول لك ليش، لأنه لما انقطع قصدك بعد 13 سنة. تماما بسيط جدا. لما انقطع السلك ما انقطع بشكل هرموني، شو بصير؟
بالاخص اذا يبكشف الريتينا 100% باسيف واحنا بنحاول نعمله باسيف، بتصير عمليه حركة الاسنان. شو هي اسهل حركه للسن؟ لوين يروح؟ للبروتروجن. للبروتروجن. البروتروجن دائما بيعمل دياستما، لذلك صار دياستما. هاي ماشي. شكرا دكتور. تحياتي دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين بيحكي معنا؟ الله يعطيك الله يعطيك الصحة والعافية. دكتورة إناس من بلاد الرافدين. الله يسلمك دكتور. الله يعطيك الصحة والعافية. كلش مستمتعين بالمحاضرات الحلوة هذه والمفيدة. الله يحفظك. الله يسلمك دكتور. بلا زحمة، المحاضرات السابقة بالبداية كيف ممكن نحصلها؟ يعني احنا فاتتنا احنا المحاضرة نمرة 12 احنا، بس كلياتهم في الترتيب. قلت لكم في عليهم شغل كثير، يعني بدين قصقصن بدين تزبطن، اللي هي بتاعت الإعلام تبعتنا اللي بتشتغل هذا الشغل. وبالصدفة بكرة عنا لقاء عشان نتحدث مع ضيف، شوف وين وصلت. كلها راح تنزل. هي أوعدتك فيها. تنزل. الطبيعي. أيوة. الطبيعي. العلم ليس احتكار. لو أنه احتكار ابن خلدون ما كتابه ما أطلعوش، ولا المتنبي. بارك الله بك دكتور. يا ريت والله، يعني مثلا على قناة على اليوتيوب، قناة خاصة ونرجع نراجعها. بروفيسور، هي قناة بروفيسور نزار وطن. اليوم ان شاء الله ان شاء الله فيلم ستريبينج ان شاء الله دكتور. اسلام، بدي اسالك سؤال دكتورة إناس. نعم دكتور. من اي بلاد المتنبي؟ من اي محافظة؟ من اي بلاد المتنبي؟ المتنبي؟ اي نعم المتنبي. والله دكتور ما اعرف، يمكن من العراق. اي نعم، هي من العراق. مو قوية بالتاريخ دكتور، مركزة بالأرث هواية. أوكي، إذا ديري بالك. إن شاء الله. أسئلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور أحمد، كنت عايز أسأل حضرتك في الحالة الأخيرة اللي حضرتك كلمت عنها دلوقتي، حصل أوفر كوريكشن للأبر ماكسيلا. الحالة الأخيرة اللي كان اليولوكو اللي كانت تتعالج وبدينا من جديد، قصدك؟ الحالة كنت بترد على زميل حضرتك. الأوفر كوريكشن للبوستيريور تيث بياخد وقت عشان يرجع للترك الطبيعي؟ عزيزي أحمد، دكتور أحمد، أنا ما عملت أوفر كوريكشن، أنا عملت كوريكشن مظبوط. اللي صار صار أبرايتنج لأسنان التحاتة، وإذا صار تعريض مفرط أو زيادة من اللازم بصير في شوية ريلابس. هسا عملية الكوركشن أو الأبرايتنج